الجماعة في تأسيس العلم سبق العمل. ما قام به الأستاذ عبد السلام ياسين ليس فقط مواقف، ولكن في البداية كان تنظير أساسا، كان تشخيص قبل ذلك، يعني عندما كتب الإسلام بن دعوت الدولة وكل الكتب الأخرى إلى المنهج النبوي في نهاية الثمانينات. بعد ذلك أيضا نذكر بالمسألة التي أشرت لها سابقا ولكن عندها علاقة مهمة جدا بهذا السياق، وهي تأسيس مراكز ديال الدراسات سنة 1998 مش من الآن. ومراكز دراسات بالمناسبة هي تجمع لمراكز خبرة، جماعة مجموعة مراكز متخصصة في كل المجالات، في يعني في معظم المجالات، مجال التعليمي، مجال الاقتصادي، مجال القانوني، مجال المجتمعي، مجال الصحي إلى آخره، المجالات كلها اللي كاينة موجودة يعني. فهذا فيها فرق عمل، وهذه الفرق باستمرار تبني عملها على ثلاث أهداف أساسية. أن الهدف الأول هو تشخيص المستمر يعني المتواصل للوضع في التخصص، ثم الهدف الثاني هو الاستفادة من التجارب إقليمية أو الدولية وحتى الوطنية في التخصص، ثم الهدف الثالث الذي يعني ينبني على الهدف السابق الثاني والأول هو تقديم اقتراحات. فكنا دائما باستمرار تقدم هذه الاقتراحات. الاقتراحات كنا يعني نحن نستثمرها داخل الجامعة في لقاءاتنا، في طبعا في يعني تواصلنا، وكذلك في تطور مشروع الجامعة. فإذا هذا دائما كانت يعني المواقف وكان المسائل التنظيرية العلمية، بالعكس ما قلنا اعتبرناها هي أساسية في بناء أي اختيار، ولم يكن كما أشار الدكتور متوكل لم يكن فقط الأكاديمية الذين أشرفوا عليه، كان يعني هناك كما أشرت كان هناك يعني عمل مشترك ما بين يعني الخبرة الأكاديمية والخبرة العملية الميدانية، وإضافة إلى يعني تكامل مؤسسات الجامعة بشكل شوري وتداول حر وبتقبل جميع الأفكار، فهي نتاج أيضا لهذا السياق كله.